بسم الله الرحمن الرحيم، الآن وصلنا إلى الكلاسيفيكيشن أو باستعمال خوارزميات ديسيجن تري، شجرة القرارات. إذا دائما في إطار الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة خطوة بخطوة باستعمال بايثون، خصوصا المكتبية سايكيت ليرن. وسنقوم بشرح مجموعة من الخوارزميات الجيدة جدا، ومنها مثلا تخيل أحبائي الكرام، منها شجرة القرارات أو ديسيجن تري، راندوم فورست أو نيرست نيبور الجار الأقرب، ثم نايف بايز، ثم هيرارشيكال كلاسترز التقسيم الهرمي، ثم خوارزميات لابريوري أو الأولويات، ثم تحليل التمييز الخطي، وهي عبارة عن مجموعة من الأشياء الحديثة المستعملة في التوقع، وسواء التوقع الخطي أو التصنيف. إذا how does a decision tree work؟ كيف تعمل شجرة القرار؟ إذا تخيل نحن في غابة فيها مجموعة من الحيوانات، إذا سنقسم حسب الكولور، حسب اللون. إذا كان اللون أصفر سنصنف هذه الحيوانات لونه أصفر، مثلا الزرافة ثم النمر. أو خاطئ، ماذا خاطئ؟ لون غير أصفر، مثلا كالقرود والفيلة. إذا حصلنا على مجموعتين، هنا استعملنا الفيتشرز الخاصية color. هنا يمكن أن نستعمل الهايت يعني الطول، إذا كان الطول أكبر من 10 أو أصغر من 10. إذا أكبر من 10 يعني سيكون عبارة عن شو، يعني الغزال، ثم هناك النمر. هناك شيئين مثلا true false، false مثلا سيكون يكون عندنا هنا تصنيف. إذا حصلنا على مجموعة من المجموعات. إذا يمكننا هنا أن يكون عندي مجموعة من 1000 مثلا مريض، 1000 مريض. إذا سأستعمل age مثلا أكبر من 70 سنة، سأختار الفئة أكبر من 70 سنة. تخيل كانت عندي 300 مريض، هنا أصبحت عندي 700 مريض، يعني هنا 2 هنا false. إذا يمكن أستعمل هل عنده مثلا تأمين صحي. إذا تأمين صحي yes، هنا سيكون عندي yes، هنا no. إذا من بين 700 عندي 500 نجح. أحبائي السن، هنا يمكنني أن أقول السن أكبر من 70 سنة، عندي 300 مريض. هنا فولز، يعني السن أصغر قطعا من 70 سنة، أصبحت عندي مجموعة تتوفر على 700 مريض. هنا 78، هنا التأمين، هل عنده تأمين صحي أو لا؟ إذا أحبائي الكرام يس، هنا نعم. مثلا عندي مجموعة 560، وهنا 140 مريض هنا لا يتوفر على تأمين. إذا كذلك هنا سأستعمل التأمين، هنا مثلا 200، هنا 100، هنا يس عنده يعني يتوفر على تأمين أصبحت، وهنا يس، هنا نو. إذا ويمكن أن أضيف مجموعة من الفيتشرز. إذا لاحظ عندي الفيتشرز الأول هو X1 H، قمت بالتصنيف classification باستعمال السن. وهنا الفيتشرز الثاني في الليفل الثاني، وهو الأسيرنس، هل عنده تأمين. وإذا يمكنني استعمال كذلك فيتشرز الثالث، وهو هل عنده بعض الأمراض المزمنة. نعم، هل عنده سكري أم لا؟ يمكنني أن أقوم بتقسيم
المجموعات إلى مجموعات صغيرة، هذا ما يسمى بتري أو شجرة. لاحظ كان عندي أصل، عندي فور فرعين، هناك فرعين فرعين، وكل فرع يمكن تقسيمه. وبالتالي أحبائي الكرام، تصبح عندي عبارة عن شجرة أو ما يسمى هنا كان عندي الفيتشرز الأول والكولور. لاحظ إكس 1 كان الكولور، الفيتشرز الثاني أحبائي الكرام كان هو إكس 2 وهو الهايت أو الطول. فوالا، إذا قسمت وحصلت على مجموعة من المجموعات، مجموعة من المجموعات حسب الفيتشرز. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء أحبائي الكرام إلى كيفية استعمال سايكيت ليرن للإجابة على الكلاسيفيكيشن واستعمال شجرة القرار أو decision tree. هذا كانت عبارة عن مقدمة بسيطة، مقدمة نظرية، وسنتعرف كيفية بلورتها تطبيقيا. شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء أحبائي الكرام.